مع بدايات ساعات الصباح الباكر بدأ ملاك الإبل ومربوها الاستعداد لاستقبال لجان التحكيم في مسابقة المحالبة. بدأت المنافسة وبدأ حلب الإبل المشاركة في المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 15 بولاية ثمريت، والذي تنظمه الهجان السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن. توجه بالشكر الجزيل إلى المقام السامي حفظه الله على دعمه المتواصل الموروث للآباء والأجداد اللي هي رياضة سباقات الهجن. دعم هذا المهرجان مثل هذه المهرجانات مهمة للمحافظة على الموروث الآباء والأجداد، وكما تشاهدون تجمع الحشيد من المواطنين والمحافظ عليه على هذه المسابقات، منها المحالبة والمزاينة، وكل عام نلاحظ النمو في أعداد الهجن. وفي الوقت الذي تتواصل فيه مسابقة المحالبة يقوم مربو الإبل بتجهيز إبلهم التي سوف تشارك في مسابقة المزاينة بالمهرجان، وهي مسابقة للإبل الأكثر جمالا وفق معايير ومواصفات محددة يعرفها أعضاء لجنة التحكيم. الاعتناء طال عمرك أكيد أنه لازم شيء اعتناء تعتنى بهن، مثل المساريح، مثل الطعام النظيف، الشرب النظيف، الترتيب، يعني لازم يكون موجود ترتيب، لازم يكون اهتمام في نظافتهن، في علاجهن، في أكلهن، في كل شيء يعني. تستمر مسابقة المحالبة على مدى يومين، في حين تستمر مسابقة المزاينة على مدى 3 أيام بمشاركة الإبل من مختلف الفئات العمرية، العمانيات الأصائل والحزام مجاهيم وغير الحزام الضرائب. وتتوزع أشواط المسابقات على 9 أشواط لمسابقة المحالبة و35 شوطا لمسابقة المزاينة، إلى جانب 16 شوطا للسباق التنافسي للهجن. وقد خصصت جوائز سيارات ومبالغ نقدية وخناجر لأصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات. الحمد لله كل واحد عندما يكون لهم مزاينة أو محالبة كل واحد يحتفظ بحلاله واهتم بحلاله لأجل يستفيد منه، والحمد لله شفنا تقرر كل شيء عندما واحد احتفظ بحلاله، والحمد لله استفاد منه من مزينات ومن قوايز، ومهما كان المختلف القوايز كان كثير أو قليل. إلى جانب مسابقات المحالبة والمزاينة ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية، يواصل مربوها الإبل وملاكها استعداداتهم للمشاركة في السباق التنافسي للهجن، والذي سيقام في يومي 8 و9 من نوفمبر الحالي. محمد بن أحمد سليمان المهري، ولاية ثمريت، محافظ الظفار.